فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إنه لا بد من قيام الحجة على عباد القبور ولا يقيمها. نعم، لا بد من قيام الحجة، لكن الحجة قائمة بالقرآن العظيم الذي يتلى ويحفظونه ويرددونه ويسمعونه. إلا ما فائدة القرآن إذن؟ إلا صار أنه ما تقوم به الحجة، ما فائدته بين الناس؟ تقوم به الحجة: لأنذركم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة. أما إن كان أعجميا فإنه يترجم له معنى القرآن حتى تقوم عليه الحجة ويفهم. نعم.